أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية للعلوم. أهلا بك معنا سيد دكتور محمود. هذا العالم الأمريكي يحذر من انتشار هذا المتحور، سيكون سريع جدا في العالم، وهو ينتشر في أكثر، ربما اقترب أن يصل العالم بأجمع هذا المتحور أوميكرون. ماذا تحدثنا عن هذا التحليل الطبي بالفعل، قراءة لهذا المتحور؟ أول شيء سأقدر صديقي وللأخوة المشاهدين، إن شاء الله تكونوا كلكم بخير والله يحميكم من الوباءات اللي حتجينا يعني. على أثير نقول أنه التحليل صحيح 100%، فأوميكرون يعني مثل ما قلت في حلقة سابقة فيكم كان مفاجأة بالنسبة لكل العلماء. هلأ كلهم توقع العلماء أنه هذا التحول الطبيعي بيؤدي إلى إنهاء الفيروس، ولكن للأسف الشديد كل هذه التوقعات باءت يعني بال مثل ما بيقولوا مش بالفشل بس بال يعني ما لم تكن لها اي معنى، انه كنا متوقعين انه هذا التحول وذات الانتشار والاعراض الخفيفه يمكن تؤدي الى لقاح طبيعي يعني يمرض كل البشريه فيه وعلى اساسه يزيل الكورونا، ولكن للاسف اللي حصل انه بالاوميكرون بالذات انه غير سرعه الانتشار أدى إلى كارثة جديدة. يعني الكارثة تكمن كما يلي، كارثة تكمن أنه إذا كان أول ما ظهر الكوفيد يعني نسخة أوهان الأصلية كانت القاعدة الفيروسية أو القاعدة المرضية تقول أن المصابين يصاب متوسط العمر والكبار بالسن، ويتضرر الكبار بالسن ويموت بنسبة أكبر. بعد ما أتت التحولات وصلنا إلى الدلتا كان يقول يصاب الشباب ويصاب المتوسطين بالعمر والمسنين ويموت بذلك ايضا الشباب والمتوسطين بالعمر، وانما الاوميكرون فاجانا انه يصيب الاطفال. يعني اذا ناخذ الاحصائيات من جنوب افريقيا الحاليه انه 30% من المصابين هم اطفال تحت 9 سنوات، هذا شيء خطير جدا، الشباب من 15 سنه الى 30 سنه نسبة 80 يعني نسبة 75%، يعني نسبة الكبار في العمر فقط 6% او 5%، وتصبح نسبة وفيات، قلنا ما في وفيات، زاد الوفيات، وفيات بين الاطفال والشباب، هذا بيعني انه وصل يعني لكل اطراف البشرية، لكل الانواع ان كانوا صغار او شباب او اطفال. صحيح، هذا التقارير بانه وصل الى 77 دولة حول العالم هذا المتحور دكتور محمود. غير الانتشار صديقي، يعني لا ننسى الاطفال ليس لهم لقاح حتى الان يعني يحميهم من هذا الوباء، هذا بيؤدي. وبنفس الوقت صديقي انه هذا الفيروس راح يسمى، بيطلق عليه بعده المصطلحات العلميه فيروس الشبح. اول شيء البي سي ار ما بيكشفه، يعني 20 30% بس بيكشفوا البي سي ار الفحص المبدئي عن الفيروس. اثنين الاعراض تختلف، يعني هذا الاعراض اللي بتختلف بيؤدي الى يعني ما الاختلاف هنا؟ ما الاختلاف هنا في الاعراض؟ يعني الاختلاف انه فقط بيعطي هذا حتى بيعطي عباره عن تكسير بالجسم ورفع الحراره. فالانسان لما بيكسر جسمه بيؤدي الى يعني ما بياخذ بحسبه قريب عادي. ماشي؟ ما بتروح الحاسه الشم ولا الضوء، فهي الفتره بتكون الفتره الثانيه من المرض. يعني اذا كان الفيروس الكورونا كل المتحولات وكان جلس خطر انه الانسان بيروح حاسه الضوء فمباشره بيروح عند الدكتور بيحضر نفسه بياخذ علاج، بينما هون التكسير الجسم بيؤدي انه الانسان ما بيحس على المرض وبيأتي التهاب رئوي مباشره. يعني فالفتره بالصاب الالتهاب الرئوي بالانسان نتيجه هذا الاوميكرون بيكون الوعد متاخر، ماشي، وقت بروح على الدكتور بيكون ادى الى التهاب 50 و60%. يعني هالفتره الفاصله اللي كنا بنعتبرها بكل المتحورات الكورونا انه عندنا فاصل 10 ايام بين الاصابه وظهور اعراض الى ما يسمى الالتهاب الرئوي، هون عندنا الفتره قلت 3-4 ايام بسبب عدم مراجعه المريض الى، لانه الاعراض تبدا خفيفه وخفيفه جدا، ماشي. فهذا هي الكارثه في الاوميكرون، ماشي، والانتشار السريع. يعني انتشار حتى الان نشوفه، اذا بتشوف الاحصائيات بتعرف رسوم الاحصائيه الهندسيه بتشوف انه منطلع مثل الصاروخ لفوق. يعني الانتشار بشكل سريع هذا بيخوف جدا. بيقول لك نفس الشيء قلت لك، ما بينكشف عن طريق البي سي ار، وثاني شغله يتهرب من المناعه اللي اخذت، يعني ان كانت مناعه طبيعيه او المناعه الاصطناعيه عن طريق المرض وعن طريق اللقاحات.
بيتهرب منه، هذا بيؤدي الان نقول كل اللقاحات الان هي لا تحمي من الاصابه بالاوميكرون بينما تحمي فقط من الموت من الاوميكرون. ماشي؟ يعني كنا من قبل عنا لما انشانا اللقاحات وانتجت اللقاحات كانت تحمي نوعا ما 70% 80% حسب اللقاح من الاصابه، ماشي؟ 20% بالصابه ولكن عرفنا فيه. ولكن بالاوميكرون فينا نقول انه نسبه التلقيح حتكون ضعيفه جدا، فانا نقول انه العالم كله احنا اوميكرون تقريبا ماشي بهذه اللقاحات، واللي مرض كمان بالكورونا رح يمرض اجباري من بالاوميكرون. هذا بيؤدي الى كارثه غير متوقعه وخصوصا مع دخول فصل الشتاء لبعض الدول. طبعا فصل الشتاء بروسيا هو يعتبر مثل ما يقول جنه، لانه بتوصل حراره ناقص 20 ناقص 25، هذا بيؤدي الى تخفيض يعني منخفض سرعه انتشار الفيروس بين الاشخاص بسبب الحراره البارده، بينما اوروبا وشتاء بقيه الكره الارضيه شتاء جدا قاسي للفيروسات، يعني بتنتشر الفيروسات فيه بسرعه، الفيروسات تنتشر بسرعه هائله بدرجه حراره من 4 درجات مئويه الى 19 درجه مئويه. ماشي؟ هالدرجات بتلاقيه، وهذا الجو الاوروبي والجو الامريكي بالشتاء، فدائما الموجه في روسيا هي بالخريف وليست بالشتاء. ماشي؟ ولكن هي يعني بعد دخول فصل الشتاء مع سرعه انتشاره، مع وجود عدد هائل من غير متلقحين على الكره الارضيه، مع وجود ايضا انه بتهرب من كل هالمعلومات اللي حكيتها هي من بي سي ار والاعراضه الغير عاديه اللي بتامر جرس الخطر من الانسان، هذا فينا نقول انه نحن طبيعا عم نستنى كارثه بهالوضع. واخصائيا يعني يمكن يضطروا دول العالم بعد نهايه يعني مع منتصف فصل الشتاء الى الحظر العام كما حصل من قبل، يعني من حوالي للاسف يعني شديد انا ما كنت اتهرب من هذه الفكره. ماشي؟ ولكن المشكله انه كما قلت فيها المشكله انه الاطفال بداوا يمرضوا بالكورونا ويتوفوا، هذا شيء خطير جدا. ماشي؟ وما عندنا لقاح للاطفال، فنحن بحامل الحظر حتى للاطفال، فهذا طبعا نحن حتى الان بنقول هي النتائج الاوليه، ولكن يمكن الى امل معين انه يصبح يعني نتائج افضل شوي من النتائج المتوقعين. طيب مع هذه الخطورة لهذا المتحور دكتور محمود، بالنسبة ذكرناه سرعة انتشار هذا المتحور وأيضا مسألة أنه أيضا يصاب به الأطفال ومعرض الأطفال الآن لخطورة في وليس هناك لقاحات حتى الآن للأطفال، إذا في مسألة فصل الشتاء الحالي يعني ما التفسير الطبي لأن يكون هذا المتحور منتشر بشكل أسرع في فصل الشتاء؟ طبعا صديقي كل الفيروسات لها طبيعة معينة، هي الانتشار تنتشر بشكل أسرع بدرجات الحرارة الباردة. يعني درجات الحرارة بنشوف كلياتنا أنه حتى يعني إذا أخذنا أي فيروس، يعني هو الفيروس هذا الكورونا هو لا نفسه ميزات الإنفلونزا، يعني هذا الفيروس منطلق عن طريق الإنسان، عن الرذاذ المائي منطلق من الإنساس، الإنسان متعلق بالهواء. يعني العطس، السعل، الكونكت المباشر، الحكي يعني هذا بينتقل بالهواء الى شخص اخر. فدرجات الحراره المنخفضه بتخفض الانتقال، يعني ما عاد بينتقل بالشارع، بينتقل فقط في الاماكن المغلقه فقط، الاماكن المفتوحه مثل الاسواق وما اسواق لا ينتقل، ولكن بالشتاء بينتقل. ماشي؟ بينتقل درجه الحراره ملائمه من 4 درجات الى 19 درجه. شو بيعطينا هذا كله؟ يعني نحن املنا دائما موسم القضاء على هيك انواع الفيروسات او تخفيف انتشارها بيكون الاجواء البارده جدا، يعني ناقص 10 ناقص 15 ناقص 20 او زائد 30 و25 تخف التحرك. فبنشوف دائما في كل تجربتنا مع الكورونا انه في الصيف دائما عم بصير عندنا نوع من انواع الرياحه، هذا نتيجه عدم نقله في الهواء الطلق يعني بين الاشخاص والاسواق والاماكن العامه والحدائق. ماشي؟ ولكن بهالوقت بالشتاء بنتقل بسرعه هائله، فحتى اللي ما بمرض بالمغلق بنطلق بالشارع، يعني تمس كمان بالشارع. وختاما معك دكتور محمود، يعني مع انتشار في فصل الشتاء ايضا لهذا المتحور، وايضا فيروس كورونا ما زال لم ينتهي في العالم وواجه العالم هذا الفيروس، لكن في العام المقبل كيف ستكون هذه السنه الثالثه لهذا الفيروس في العالم؟ باختصار لو سمحت، كيف سيكون مستقبل هذا الفيروس في السنه القادمه؟ سريعا. صديقي يعني خلينا نكون صريحين، يعني خلينا نكون نشرح اخر المشاهدين في كمان يعني نوع ايجابي بتطور الفيروسات، الا ما يتطور الفيروس ويقضي على نفسه، فنحن بانتظار هذا التطور. يعني هلا في نوع من انواع انه اذا الانسان مرض بالتحليلات مع الاوميكرون مع الدلتا، يعني يصاب بنوعين من الفيروسات مع بعضهم، يمكن ينتج
نوع جديد متحور جاي من الفيروسات يكون هذا يؤدي الى خطوره. شوف كل الفيروسات الخطيره اللي اجت على البشريه مثل الفيروس الاسباني اللي قضى على حوالي 100 مليون انسان يعني، والفيروسات نفس الانواع يعني هي بتكون دائما بتوصل تقضي على نفسها عن طريق انتاج لقاح طبيعي اللي هو متحور جديد يكون سريع جدا ولا يؤدي الى الوفاه، فهذا يؤدي الى لقاح طبيعي. فكلنا بانتظار هذا التطور الطبيعي للفيروس، ولكن فينا نقول انه هلا يمكن تحصل المتحور يحصل غدا او بعد غد او يحصل بعد سنه، ولكن علينا كلنا جميعا ان ناخذ اللقاح باي شكل من الاشكال. نعم. لحمايتنا من الموت ونوقف نوع من التباعد الاجتماعي، يعني اهم شيء صديقي التباعد الاجتماعي. نعم. يعني انا معك انه واحد يزور اصدقائه يزور اهله، ولكن التخفيف يعني التخفيف يعني ما يقعد يختلط كل يوم، هذا الاختلاط اليومي حتى لو انسان ملقح. وعلى كل حال احنا ايضا نقترب من راس السنه يعني، وهناك احتفالات في هذا العام. أيوة. وهذا ربما ايضا يساعد في انتشار اكثر للفيروسات. طبعا طبعا، فدائما. نعم. هو التباعد الاجتماعي اهم شيء، الانسان يحافظ على شكرا لانه هي روحه، ويحافظ على روح الاخرين. للاسف الشديد هذا الموجود حاليا. وصلت الفكره، ونتامل خير ان شاء الله. ان شاء الله الشافي. الله الشافي على كل حال، وان شاء الله تبقوا بخير وسلامه للجميع والجميع ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لكم استاذ علم العلم الاحياء الدقيقه بالاكاديميه الروسيه للعلوم دكتور محمود الافندي على هذه المعلومات الطبيه، كنت معنا من العاصمه الروسيه موسكو.